دونك باش نفهموا تقاطع مستقيم كيفية تحديد تقاطع مستقيم مع فيلكا، ناخذ واحد التمرين تطبيقي. دونك تمرين تطبيقي، دونك تمرين تطبيقي، نعتبر فيلكا اس معادلتها x او كاري زائد y او كاري زائد z او كاري ناقص 2 y ناقص 4 z زائد 2 كتساوي 0. دونك هذه معادلة الفيلكا اس. و المستقيم دلتا دو التمثيل البارامتري x كتساوي t، y كتساوي 1 زائد t، z كتساوي 2 ناقص t دلتا، حيث t كينتمي الاخ. دونك السؤال رقم 1، حدد مركز وشعاع الفيلكا اس. السؤال رقم 2، حدد تقاطع اس مع دلتا. دونك السؤال رقم 1، دونك حدد مركز وشعاع الفيلكا. دونك لتحديد المركز والشعاع، دونك غادي ننطلق من معادلة الفيلكا اس، x او كاري زائد y او كاري زائد z او كاري ناقص 2 y ناقص 4 z زائد 2 كتساوي 0. دونك لتحديد المركز والشعاع ما نقدرش نحدو مباشرة هنا انطلاقا من هاد المعادلة المختصرة. دونك اش غادي ندير؟ غادي نحاول هاد المعادلة نكتب على هاد الشكل، x ناقص ا الكل او كاري زائد y ناقص ب الكل او كاري زائد زائد ناقص سي الكل او كاري كتساوي ار او كاري. ان فو هادي انستطاع نكتب على هذا الشكل، يسهل تحديد او بي و سي او اخ. دونك كيفاش غادي نكتب هذه المعادله على هذا الشكل؟ غادي ننطلق من بدايات متطابقه هامه. دونك اول حاجه كنجمع العناصر المتشابهه، عندي اكس او كاري، ما كاين عندي حتى شي حاجه في اكس، يعني عندي اكس او كاري زائد اللي فيهم y، عندي y او كاري ناقص 2 y زائد z او كاري ناقص 4 z زائد 2 كتساوي 0. دونك اول حاجه كنجمع المتشابهات، هما x اللي فيهم x اللي فيهم y واللي فيهم z، وكندير بدايه متطابقه هامه، بحيث مثلا ا او كاري ناقص 2 ab كتساوي زائد b او كاري كتساوي ا ناقص b الكل او كاري. يعني هاد الجوج ديالاش، هاد الجوج ديال المتطابقه هامه، يعني خاصني نخرج جوج وداك الشيء اللي بقى لي نكتبو على شكل ضرب. اكس او كاري ما فيهاش المشكل، حقاش اكس او كاري هي اكس ناقص صفر الكل او كاري، المشكل عندي هنا زائد ايغريك او كاري. دونك ايغريك او كاري عندي بدايه متطابقه هامه، ايغريك او كاري ناقص جوج في، دونك هاد الجوج ديال المتطابقه هامه. اون فوا كنحيد جوج ما تبقى خصني نكتبو على شكل ضرب. دونك الا حيد جوج غيبقى ليا y، دونك y باش نكتبو على شكل ضرب راه هو واحد في y، دونك y راه هو واحد في y، العدد الذي يظهر هو واحد. دونك غادي نزيد واحد او كاري ونقص واحد او كاري، داك العدد اللي كيظهر تنزيدو نفسه او كاري ناقص نفسه او كاري، زائد نفس الطريقه بالنسبه لزيد، زيد او كاري ناقص يعني نخرج جوج ديال المتطابقه جوج في، الا حيدت جوج منها اش غيبقى ليا؟ جوج زاد، وجوج زاد الا كتبتها على شكل ضرب هي جوج في زاد، دونك العدد الذي يظهر هو جوج. دونك غادي نزيد جوج او كاري وننقص جوج او كاري، هذا زائد هاد الجوج كتساوي صفر. دونك غتولي عندي هادي ديجا متطابقه هامه، هادي متطابقه هامه، وهادي ايضا متطابقه هامه. دونك غادي تولي عندنا اكس او كاري زائد إيغراك ناقص واحد الكل أو كاري ناقص واحد زائد زاد ناقص جوج الكل أو كاري ناقص أربعة زائد جوج كتساوي زار. دونك غتولي عندنا إكس أو كاري زائد إيغراك ناقص واحد الكل أو كاري زائد زاد ناقص جوج الكل أو كاري ناقص واحد ناقص أربعة هي ناقص خمسة زائد جوج هي ناقص ثلاثة، غندير الطرف الآخر غعطيك هي ثلاثة، ثلاثة غنرجعها جذر أو كاري. دونك هادي هي المعادلة ديال الفيلكا اس، كتبتها على هاد الشكل. دونك اون فوا غادي نكتب على هاد الشكل، فإن المركز عنده الإحداثيات زيرو واحد جوج، يعني مركز الفيلكا اس هو أوميغا ذو الإحداثيات زيرو واحد جوج،
والشعاع اغ راه هو جذر 3 لحقاش هنا كيكون عندنا الشعاع اس 2. دونك فيما يخص السؤال رقم 2 المطلوب، السؤال رقم 2 هو حدد تقاطع اس مع المستقيم دلتا. قلنا ان اس تتميز بمعادلة والمستقيم يتميز بتمثيل بارامتري. دونك يكفي ان نعوض التمثيل البارامتري في معادلة الفيل كاس. دونك نعوض التمثيل البارامتري للمستقيم دلتا في معادلة الفيل ك اس. غير هو معادلة الفيل ك اس عندنا جوج، عندنا هذه المعادلة الأولى، عندنا هذه المعادلة الأولى، عندنا هذه المعادلة الأولى، وعندنا هذه المعادلة الثانية. من الأحسن نعوض هنا لحقاش نعوض غير إكس إيكغيك زد. أما هنا خصني نعوض إكس وإيكغيك وزد وإيكغيك وزد، خصني نعوض خمسة. بار كونتر غنعوض غير إكس وإيكغيك وزد، يعني غادي ناخذ المعادلة المختصرة اللي هي إكس أو كاري زائد إيكغيك ناقص واحد أو كاري زائد زد ناقص جوج أو كاري كتساوي جذر 3 أو كاري. وخصني نعوض التمثيل بارامتري، يعني إكس غنعوضها بالتي. دونك كتولي عندنا تي أو كاري زائد واحد زائد تي ناقص تي الكل أو كاري زائد زد العفو جوج ناقص تي ناقص جوج الكل أو كاري كتساوي 3. يعني تي أو كاري زائد تي أو كاري زائد تي أو كاري لحقاش تمشي هادي مع هادي وتمشي هادي مع هادي، هنا ناقص واحد كتساوي 3. يعني أن 3 تي أو كاري كتساوي 3، يعني أن تي أو كاري كتساوي واحد، يعني أن تي كتساوي واحد أو تي كتساوي ناقص واحد، يعني تي عنده جوج ديال القيم. دونك ومنه يتقاطع دلتا مع المستقيم، يتقاطع دلتا مع الفيل ك اس في نقطتين نسميهم مثلا سي و دي. دونك كيفاش كنحدد احداثيه سي؟ تحديد احداثيه سي مثلا غنشد تي كتساوي واحد ونعوضو في تمثيل البارامتري، غنعوض هنا تي بواحد هنا تي بواحد هنا تي بواحد باش نجبد الاحداثيه ديال سي. الا عوضت هنا بواحد عطاتك واحد، الا عوضت هنا بواحد عطاتك جوج، الا عوضت هنا بواحد عطاتك واحد. دونك هادو هما احداثيات سي. احداثيه دي غنعوض دابا بناقص واحد، غنعوض هنا بناقص واحد عطاتك ناقص واحد، نعوض هنا بناقص واحد عطاتك صفر، نعوض هنا بناقص واحد عطاتك 3. ها كيفاش كنحدد احداثيات نقطه التقاطع.